كم فرقة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش فانتني نزانيا صار وفانتشيك زاني باي يستومنا سايتشيك زاني تمنياندو النبي صلى الله عليه وسلم نيسي سكت في تمنياندو تمنان محمد صلى الله عليه وسلم. هل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد رافع ضشيعة؟ زاني تمني أن تمنان محمد صلى الله عليه وسلم في نيس في زارا زارانا بوقا في الإسلام. نعم أو لا؟ مو في نيس زين مرة. لا يوجد. كان الناس أمة واحدة. تمنان تمنان محمد صلى الله عليه وسلم دي فوق توك نفون فوق في الإسلام. رجل من علماء أهل السنة رجل واحد. لله أنا كريا نسنت ما نفحيز أنا تني أهل السنة زن مبارن. اجتمع الرافضة في مكان. علماء الرافضة علماء الشيعة. ما نفحيز أنا شيعة كوزانيا نتام بتمبيرنا نكري. وقالوا تعال لهذا الرجل تعال حتى نتناقش معك. كنتين مزجان يزروي نعمان سنتي من فهيز نركتيب من الفيئة سيكا هنو ديبا اجتمعوا في مكان كبير أرني فورزان دوزيا بيابي لاناتني جراند سالة وجاء هذا منفردا رجل واحد جاء مزجان لي نعمان زي لله رايكي أنساني من فهيز نهل السنة عندما وصل إلى المكان الذي اجتمع فيه هؤلاء أكرمكم الله خلعنا عليه وضعهما في يديه ودخل إلى المكان الذي فيه علماء الرافضة بكيم زيدان هيل سم لي سالي زي نيسن لي رومانا باهي زن شي مار بيزن ناتنو يا نو زي دي باز دي نا لان زن قابن قابن تي تي مانا باهي زن اهل السنه قال لماذا دين تن زاهن دين نيل زاني ميا رقم ني سميس قابن قال لماذا تدخل فينا عليك ضعهما عند الباب زاني نان تان زيرو مانا باهي زن نيشي زن تم لي لاتي وي ين انت لي ليرناو ميا رقم قابنو منين شينغانو يفيلنان قابنو قال لا اخاف تسرق زاه نمبراني متاف سي سودي نمال زان ولتين نتاف سو سودي سانغالا جامونتو لكابو لان الرافضه سرقوا علي النبي صلى الله عليه وسلم ستي نمبراني تمنان دمبمنان نمبر لله ما نفايز انا السنتيه انيشيرو دي نانغالا سكابان كابان تمنان محمد صلى الله عليه وسلم اتهورك نمبر سودي سانغالا سكوت كابو قال انت كذاب لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد رافضة. قال الحمد لله وهذا الرد عليكم. يا نما علم زل الله تيوي الحمد لله فما زاب زين بارنا ويت تمنان فمنان محمد صلى الله عليه وسلم قد سنيسن زان شيء إذن. إذا لا يوجد رافضة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه لا يوجد فرق ضالة. زي ما أنت تريد مع أي فرقة تكون؟ كا يوزن بيتو كان فانتانينا وي مو فيتسيكا يارك تامني لي سافت زينين فمنان محمد صلى الله عليه وسلم كل فرقة من الفرق الضالة تتبع رجل غير معصوم يعني رجل من الناس ستين مبارنة بريسك زفتكي تزان مرين سيكتا مار بيزن بوكا تورين فمنان محمد صلى الله عليه وسلم رين ديا ما نارك أول زن وراهن رين رها يابي عبرين نسول أول نسول لوهن زن راهن دوست إلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلف الصالح هم أتباع لمعصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى فاني ولا زياناتني أهل السنة كوسنا بارن تيتسمى نارك نيزانيز أفس بامنان محمد صلى الله عليه وسلم زي فانتيني الله هو يسيو دفافوارو أمني فوتانا زانيزي أمني فانا بارتاهنا تيفنون إسلام